هننهي اليوم محاضرة الدماغ البيني ونبلش باللغة القاعدة. الدماغ البيني لوين وصلنا؟ لقينا من بين هذا بغض النخامية أغلب معلومات الفيزيولوجيا. نقطة خلصنا. نراجع معلومات لاحقا. قلنا الاتصالات بس ندوروا على حتى هيك نفهم قبل الصح. تفضل. ذكر التشريع؟ مين عنده تشريع؟ أنا. مين عنده تشريع ما عليك؟ أوكي ما عنده تشريع. حنخلص قبل 12 ولا هيك. هلا على أساس كنت آخذ ساعة يوم الاثنين معكم إياها هذا الأسبوع والأسبوع اللي بعده. والخميس أخذوا مني ساعة. رجع لك يا رب رجع لك يا رب. فهلا الخميس عندنا ساعة بس حنعطي مثلا الأسبوع القادم بصير نعطي أحد اثنين خمس. تسعة ولا عشرة يوم خميس؟ الدكتور نزار يمكن من جامعة الخدمة عشرة ولا 11؟ سنة الرابعة لا خلص على 11 في مرة 11 تكون لسه مصحصحين شوي كله فصلته لأن التشريح بعد الكيمياء كثير مضر يعني الكيمياء بعد التشريح أحسن. بالنسبة للنخامة نتذكر إنه كان في عندنا 6 2 ركبينهم 6 هرمونات أمامية هرمونين خلفية نخامة الغدية تمادي للنخامة النخامة الخلفية العصبية تمادي للنخامة الوطاء والنخامة الأمامية غدية مفرزية بحد ذاتها. هلا من الوطاء وقت شفنا النواة المقوسة انها بتفرز هرمون محفز للوطاء هن هدول هن الهرمون المطلق لهرمون النمو الذي يطلق هرمون النمو يعني جروث هرمون ريليزنج هرمون ريليزنج يطلق الهرمون والهرمون المفرز لهرمون النمو اللي هو السوماتوستاتين واحد بيزيد واحد بينقص. هرمون مطلق لموجهة المناسب يعني جونادو بروبين ريليزنج هرمون جي ان ار اتش اللي بحفز ال اف اس اتش و هرمون مطلق الموجهه الدرقيه اللي بحفز تي اس اتش يعني تايروتروبين ريليزنج هرمون اللي بحفز تايرو ستيمولاتينج هرمون او تايرو ستيمولاتينج هرمون. هرمون موجه للقشره الغذائيه اللي بحفز القشره الغذائيه لافراز الكورتيزول والهرمون مطلق للبرولاكتين اللي بحفز افراز البرولاكتين. هذول هرمونات وطائيه تنتقل الى النخامه الغديه غالبا بالطريق البابي يعني تفرز بالدم بتروح على النخامه الغديه والنخامه الغديه تتحفز بدورها نتيجه هذه الهرمونات. الهرمونات التي تفرزها النخامه الغديه استجابه لهذه المحفزات خليناها هم نفس التقييم مطلق لهرمون النمو هرمون النمو المحفز المناسب ال اتش اف اس اتش صار عندنا الهرمون الملوتين والهرمون المنبه للجرعيه فوليكولار ستيميليتنج اند لوتينايزنج هرمون. الهرمون المنبه للدرقيه محفز للدرقيه منبه للدرقيه تايرو ستيميليتنج هرمون الموجه للقذر او المحفز القشري موجه للقذر والبروتين نتيجه هرمون البروتين. في الاثنين في واحد بيزيد واحد ينقص. هلا بالخلفية في عندنا هرمون مضاد للإدرار وهرمون المفرز للحليب ميزه بين مفرز ومفرز تقريبا ما عندنا هون معلومات زيادة عن المعلومات التحضيرية بس أسماء الهرمونات يمكن ما كانت مكتوبة بهالشكل المفصل بالإنجليزي وغالبا غالبا غالبا معلومات ما لها تشريحية فما في بسأل إلا إنه النخامة الخلفية تمادي والنخامة الأمامية غدية تمام بس كل الأحوال إذا سألنا عنها فالمعلومة موجودة عندكم من التحضيرية أو من الأماكن الأخرى. في شي سؤال على الدماغ البيني؟ هلا سنبدأ بدراسة النواة القاعدية. ملاحظين كيف عم نطلع شوي شوي بلشنا نقاط طلعنا جزء دماغ دماغ بيني نواة قاعدية. هلا المخيط عادة بينعطى بعد جزء دماغ ممكن وممكن ينعطى بعد ما تنعطى نواة قاعدية بالحالتين وظيفته مرتبطة بالاثنين. النواة القاعدية
بالنسبة للنواة القاعدية هي مجموعة من البنى شبهنا وظيفتها بوظيفة مجلس الإدارة. مجلس الإدارة الذي يقوم بمساعدة المدير العام أو تهيئة الظروف المواتية للقيام بالحركة الدقيقة. هلا هنشوف بشكل مباشر كيف يقوم هذا المجلس بوظيفته. الفصل الثامن خالص والتاسع خالص. الله يعطيكم اياهم ان شاء الله مبروك. والله في 20 صفحه 30 صفحه 25 صفحه ما عاد فيها خالص. اذا النوى القاعديه هي مجموعه من النوى الرماديه تحت القشريه التي تتوضع في عمق الكره نصف الكره المخاليه. سابقا كنا نسميها العقد القاعدي اللي هي جانجليا، بس المصطلح المعتمد حاليا هي النواة القاعدية مثلا. وظيفتها الأساسية كما ذكرنا هي المساعدة لبدء الحركة أي تهيئة الجسم لقيام الحركة الدقيقة. تتألف نواة قاعدية بشكل أساسي من الأخوانية الأمامية الخلفية اللي هي جسم المواد اللوزية في رأسها وجسمها ولنبها المنتهي باللوزي، وتساعدها المواد العدسية بقسميها. قسم اللحار الذي يحتوي جسوم مخططه مع النواه العدس النواه المذنبه المدعوه المخطط او جسم المخطط، والكره الشعريه الشعيره المرتبطه مع تحت مع اسفل منها، واللوزه هي نهايه الاخوانيه. اذا هذا شكل الاخوانيه من جهات مختلفه حول المهاد. هذا المهاد إذن يتشكل من النواة المذنبة والنواة العدسية بقسميها، وتنتهي النواة المذنبة كما تعرفون باللوزة أميجدالا. هلا تشكل هذه البنى ما نسميه تجمع النواة القاعدية. تجمع النواة القاعدية هي المخطط الحديث يتكون من النواة المذنبة واللحاق، البنية متشابهة نتيجة وجود أصل جنيني واحد وبينهما جسور مادة رمادية تعطي منظر المخطط. وتقول مخطط أنا قصدي النواة المذنبة والعدسة. النواة العدسية لنتيفوم نيوكليس تتكون من اللحاء. اللحاء في حاطين مرة واحدة حاطين ده ثلاث مترادفات بالعربي. بطانية. اللحاء مرتبط واحد بيتامين بطانية ترجمينا. الأستاذ يوسف مخلوف ترجم العجمي لأنه البيتامين باللاتيني يعني عجمي يعني بذرة التبر. وفي أدب ما بعرف إنه حضر بعض ما أخذ وراء فضلنا لبعض عم نسميها كذا. أنا وقت أقول للشائع عم نستخدم مصطلح لحاء العدسية، لو لحاء إنه القسم الخارجي من العدسية. البطامي بالطب الواحد بطامي اللي هو نحت البيتامين. بيتامين بطامي السائل شوي الجسم المخطط سيتألف من النواة العدسية والنواة المذنبة. المخطط أو المخطط الحديد هو مذنبة ولحاء العدسة. العائق هو شريط مادة رمادية موجودة إلى الوحشي من تذكروا وقت رسمنا مقاطع بداية العام موجودة إلى الوحشي من النواة العدسية. بينا هون هذا العائق بعد النواة العدسية، والعائق يفصل المحفظة الخارجية عن المحفظة المتطرفة، والمحفظة الداخلية تقع ما بين المهال والنواة المذنبة من جهة والنواة العدسية من جهة أخرى. فهون شريط مادة استجابية بين المحفظة الخارجية وفص الجزيرة. المحفظة الداخلية ألياف بيض إسطاطية بين رأس المذنبة والمهال من جهة والنواة العدسية بأقسامها من جهة أخرى. المحفظة الخارجية ألياف بيض وحشي مذنبة وحشي عدسية، والمحفظة المتطرفة ألياف بيض بين العائق والجزيرة. بس معلومات توضيحية كتشريح وصف. نأتي إلى وظائف النواة القاعدية. وظائف النواة القاعدية هي تنظيم الفعالية الحركية بحيث تساعد في التحضير للحركة وخاصة ضبط العضلات المحورية حتى يقوم الجسم بعضلة دقيقة. يعني عندما يبدأ الواحد أو ينكب للكتابة ففي عملية الانكباب قبل ما يبلش بالكتابة. الانكباب منين تجي؟ من عضلات محورية. ياخذ الجسم مضيق الكتابة يبلش بيعطي الأربعة والباحة مسؤولة عن حركة الإبهام بشكل دقيق. فالحركة الأولى تهيئة الجسم. أحد فيه يكتب هيك
ما فيني اكتب غير الاستقاء، بدي تهيئه الجسم او طبعا في حركه معينه لازم ياخذ الجسم حتى يقوم بالحركه الدقيقه. لا يسبب ضعفا، التخريج يفقه الحركات الدقيقه لكنه لا يسبب ضعفا بالحركات الخشنه. يعني اذا تخربت النواه القشريه تخريب القشرة عفوا يفقد حركات دقيقة ويظل المريض قادر يساوي حركات كتلية لكنها ليست متوجة بحركات دقيقة. وأيضا يثبت هذا الجهاز بعض الحركات غير مرغوب بها. هلا بنفهم بنهاية الفصل كيف في كثير حركات ما لها طعمة واحد ممكن يكون ما شايفه عم يصابر في كثير حركات يثبتها الجهاز غير لأنه ما لها طعمة شو عم تعمل؟ في حركات يجب أن يعززها الجسم فمجلس إدارة كريم في حركات يسمح أو يؤهل للقيام بها وفي حركات بالأرض بيقطعها ما لها طعمة لا ترفع إيدك حتى راسك مثل المحاضرة خلص أي حركات غير مرغوب بها أو حركات قدام الكاميرا مثلا أي حركات غير مرغوب بها يفضل مجلس إدارة يكون مثبطة بشكل عام منها الغمز في غير مكانه مجلس سام كثير حركات واحد يفضل ما يساويها إلا إذا كان واعي ولازم يعمل. فبالنتيجة أصبح لدي نظام محرك وهو خارج هرمي خارج قشري تحت قشري خارج هرمي نظام محرك الهرمي بالباحة رقم 468 وإضافية على الوجه الجنسي والنظام المساعد المحرك الذي لا غنى عنه لتحضير الجسم للقيام بالحركة وتثبيط الحركات غير المرغوب بها. يسمى النظام المحرك المخطط يلعب دورا في بدء وتنفيذ النشاط الحركي وخاصة الحركات الإرادية ويشارك في النشاط الحركي ذو الطبيعة الوضعية الانعكاسية المتعلقة بوضعية الجسم أو بالانعكاسات السريعة. يمارس تأثيره عبر المهاد مدير المكتب قشرة حركية مدير عام سبل القشرية البصلية والقشرية الشوكية من المدير العام إلى المدراء التنفيذية إلى من يهمه ولا منظر آخر للأخوانية خلفية الأمامية الخلفية ومقطع للنواة القاعدية هذا الشكل اللي دائما لازم نخلي بالنا كيف قطعت الاخوانيه بالعرض فكيف تعطي توضع ثنائي بعد لبناء ثلاثيه بعد تفضل. هلا الفيزيولوجيا اعتبرت اكثر من باحه سته خارج هرميه مو بالعرض امام حركيه خارج هرميه، الهرميه هي الباحه اربعه بس خارج قشريه خارج هرميه بس نحن خارج هرميه بتجي من جزء الدماغ ما بتجي من لا ما قلنا بتجي من جزء الدماغ هيك سبل خارج الهرميه ليش السوبر دو باحث سجل خلص أربعة هرمية متفقين فيزيولوجيا وتشريح تبعوا تبعوا زيادة بين الترقيم فيرنيكي ضلينا سنتين عم نوصل بين 22 جني جنان وجو 22 مجانين انتو التشريح 1700 والله عم 22 بي ار اس مكتوبة يعني لا 39 يعني الاسنان مريح حاله ما حط له رقم بالنتيجة وقت الواحد صار على الموضوع طلع كله صح لأنه هي الباحث 22 الزاوية باحة 39 فوق الهام بيجي اثنيناتهم بشكل جزء حركي وجزء حسي لبركي فما كثير تمسكوا شغله من دربها ما في اختلاف فيزيولوجيا وتشريح عم حاول قدر الامكان نصق مع اساتذه الفيزيولوجيا مشان ما يكون في اختلاف قاطع بالموضوع يعني لو وصلنا للخام الخشن الدقيق الهي كثير موضوع اخذ سنين حتى الواحد المصطلح اخر شيء النتيجه واضحه الباحه رقم اربعه هي الباحه الهرميه لا خلاف عليها باحات اللي قدامها نحن بنسميها امام حركيه أو خارج هرمية بالفيزيولوجيا نفس النتيجة هي معنى الباحة الهرمية لأنه تشريحيا باحات طبقات ثلاثة وخمسة ما متميزة فيها خلايا الهرمية العملاقة بتشاهد فقط بالباحة رقم أربعة تمام؟ بس آخر شيء السبيل الهرمي بياخذ من الستة وبياخذ من الواحد اثنين ثلاثة إذا بدك كمان فالسبيل الهرمي بياخذ من أكثر من باحة. في سؤال ثاني؟ مكونات نظام محرك خارج الهرمي خارج القشرة تحت القشرة الدماغية يتكون من المخطط ستريتوم اللي هو اللحاق والمذنبة كودو بيتامين كودي نيوكليوس بيتامين أوف لانتيفوم نيوكليوس أو نسميه نيو ستريتوم المخطط الحديث. هلا كل هذه المعلومات بتعرفوها نواة مذنبة نواة بشكل الواو أخوانية أمامية خلفية رأسي المذنبة يقعان على جانبي البطين او جانبي الحجاب الشفاف يشكلان جدارا للبطين الجانبي امام المهاد وجسم النواة يقع الى الاعلى والوحشي من المهاد بينه وبين المهاد ثلاث مهاد مخططي يمر فيه السطح الانتهائي والوريد المهاد المخططي ويتابع يتقولل الزيت خلف المهاد ليصبح اسفل باتجاه الفص الصدري
الزي يسير الى الخلف ثم يمر تحت المهاد لينتهي في الجسم اللوز. يوجد بين الراسين الحجاب الشفاف الفاصل بين الراسين المذنبه. وفي عندي مصطلح جديد هلا مهم، هذا راس المذنبه وهذا الحجاب الشفاف. وقت نطلع لفوق اكثر هون مبين البطين الجانبي، وقت نطلع فوق اكثر بصير حجاب شفاف بين الراسين المذنبه. وفي المنطقه الواقعه الى الاسفل بنشوفها على المقطع الاكليلي، في احد على المقطع السهمي وبنرجع بتمر معنا بجهاز الحوش. المنطقه الواقعه الى الاسفل من راس المذنبه وقريب من النواه العدسيه بنسميها النواه المتكئه. توجد الى الاسفل من الراس النواه المتكئه الكامبنس التي تصل بين راس المذنبه ولحاها العدسيه الى الامام. منطقه من الامام بين العدسيه ولوزي احد او اول الجسور الرماديه هنا. مو بين العدسيه وال مو اللوزي، بين العدسيه والمخطط في جسور رماديه. فاول هذه الجسور بنسميها النواه المتكئه، اتصال امامي ما بين المذنبه ولحاها العدسيه. لحاها العدسيه القسم الخارجي للنواه العدسيه. طيب النواة المذنبة بالمقطع الإكليلي المهاد، هي لحاء العدسية. بين لحاء العدسية والكرة الشاحبة في مادة نخاع عينية نسميها المادة أو الصفيحة النخاع عينية الإنسية الوحشية، عفوا الصفيحة النخاع عينية الوحشية بين اللحاء والكرة الشاحبة. وضمن الكرة الشاحبة نفسها أيضا في صفيحة نخاع عينية إنسية تقسم الكرة الشاحبة إلى قسمين، قسم داخلي وقسم خارجي. يعني مكتب السكرتاريا صار في سكرتيرة من برا وسكرتيرة من جوا. لحاء العدسية صفيحة خارجية تفصله عن الكرة الشاحبة أو الجسم الشاحب، والمحفظة الخارجية تفصله عن العائق. تصل الجسور مادة لمادية، نفس المعلومات عم تتعدد عم تتكرر. والميزة بين هذه الجسور كان عندي المحفظة الداخلية تحت وعندي جسور فوق، فالجسور هي بتعطيني الألعاب النارية للأكليل والأشعة. ربطة الباقي الورد محفظة داخلية، بعدين في عندي جسور، فالألياف وهي طالعة بين الجسور بتتشعر مثل الألعاب النارية بين الجسور باتجاه ألياف باتجاه البحر. إذا بين الجسور تعطي للمخطط نفس الاسم وتعبرها الألياف الناقص ألف الإسقاطية الصاعدة في الإكليل المتشعر بعد عبورها المحفظة. الكرة الشاحبة كما ذكرنا هي نواة الإخراج الأساسية سكرتيرة مجلس الإدارة، هي الكرة الشاحبة تتألف من قسمين خارجي وداخلي، مكتب سكرتيرة مكتب كبير، الخارجي بالخارج والداخلي بالداخل. الخارجي بينه وبين اللحاء في صفيحة وحشية، والداخلي بينه وبين الخارجي في صفيحة نفس المعلومات عن تفصيلها عن لحاء صفيحة نخاعية الوجه. النواة أسفل المهاد في السكرتيرة الشارع تتوضع اسفل النهاد وفي لها اتصال بالحركات غير المرغوب بها. تقع بين المحفظه الداخليه نفس المعلومات اللي حكيناها هلا، بين المحفظه الداخليه والنهاد ودرست في فصل الدماغ البيضاء. تمام؟ النهاد في ثلاث نواه من النهاد لها علاقه، واتخذ نواه النهاد انها في نواه تتلقى بجسم المخطط، هلا حترجع تكون معنا اللي هن شعارنا مهارات يعني نواه اماميه والنواه الوحشيه والنواه داخل الصفيحه ايضا، النواه المركزيه الانسيه داخل الصفيحه المتعينيه داخل النهاد، حاطين هون مهاره وتنسيق تتلقى لهن بده يخبروا مدير المكتب بيخبر مدير العام عن طريق هاتين النواتين. اخر شيء الماده السوداء مرت سابقا موجوده بالدماغ المتوسط ما بين الساق والغطاء، تتالف من قسمين، قسم مكتنز وقسم شبكي كومباكتا اند ريتيكولا او بارس كومباكتا اند بارس ريتيكولا. المكتنز يفرز الميلانين، يحوي على الميلانين ويفرز الدوبامين، والشبكي يفرز الجابا. هلا بعد شوي نفهم شو يعني جابا وشو كل هالحركات اللي عم تحكي. بنشوف هون شو عندنا معلومات، الكره الشاحبه المذنبه واللحاء مخطط حديث، اللحاء والكره الشاحبه نواه عدسيه، النواه اسفل النهاد تقع اسفل النهاد، الماده السوداء مكتوبه اسفل النهاد ولا تحت النهاد هون؟ المادة السوداء في الدماغ المتوسط، والقسم العلوي من النواة الحمراء بيكون قريب بس ما له علاقة بالدائرة الداخلية، وملاحظين انه اقترب التشريحي، صرنا تشريحيا نفس المنطقة تقريبا، بين دماغ بيني يعني جسم مخطط دماغ بيني ودماغ متوسط.
إذا النواة القاعدية أربع مكونات أساسية: مذنبة، لحاء، شاحبة، ولوزة، لحاء وشاحبة عدسية، ولوزة نهاية مذنبة. يعني الأفقانية الخلفية، الأمامية الخلفية، تجمع النواة القاعدية: كورفوس ستريتوم، جسم المخطط، ستريتوم مخطط حديث أو المخطط، والنواة العدسية من اللحاء والأدرج. هاي الجسم المخطط كيف شكله؟ لحاء العدسية مع الأفقانية الأمامية الخلفية التي تنتهي بجسم اللوزي، وهذه الجسور الرمادية الواصلة ما بين لحاء العدسية ورأس جسم ذيل المخطط، وهنا النواة المتكئة. النواة المتكئة قصب الأمامي السفلي للرأس مع اللحاء، تقريبا الجسر الرمادي. المخطط البطني تشكله النواة المتكئة، وهي قسم من المخطط يصل مذنبة العدسية بالأعلى. تمام؟ ليك المتكئة عشان كنا لأنه متكئة على المخطط. تفضل. وظيفيا تشارك نواة قاعدية هي من نواة جذور الدماغ، من مكونات جذور الدماغ. بس وظيفيا لا، مع فايتة وطالعة يعني تشارك بجهاز الحركة خارج الحركة. وظيفتها أساسية. النواة القاعدية تشريحيا هي المذنبة والعدسية. الكرة الشاحبة ضميناها لتحت المياه. هاي سيبتوم بيليسيديوم، حجاب الشفاف. كلنا قلنا هالمعلومات، المحفظة الداخلية شو شغلتها. يفصل بين القرنين الأماميين والبطنين الجانبيين. مرحلة من المراحل بيكون رأس النواة المذنبة طالع لفوق البطين الجانبي، فبيفصل بين رأسي النواة المذنبة. الشاحبة الداخلية، الشاحبة الخارجية، المحفظة الخارجية، العائق، كلوستروم، والمحفظة المتطرفة قبل الجزيرة. إذن باللايدوس شاحبة أو باللايدوم أو مخطط قديم باليوستريتوم، عشان هيك سمينا مخطط حديث مخطط قديم. المخطط الحديث هو اللحاء والمذنبة، المخطط القديم هو الشاحبة. والشاحبة بصفيحة نخاعينية إلى داخلي وخارجي، الشاحبة مع العدسية بصفيحة نخاعينية إلى اللحاء، بين اللحاء والشاحبة، محفظة خارجية، المحفظة الداخلية هون، وعائق متطرفة جذري. مادة بيضاء بين عائق وفص جذري. وضمينا تشريح ما كثير له دور، العائق هلا عم يدوروا على دوره، ما كثير بيعرفوا شو شغلته، بس تشريحيا نفس المنطقة. فحكينا بالبلاجة، المحفظة الداخلية والخارجية ما لها علاقة، بس عم نحط العناصر التشريحية الموجودة بمنطقة الجسم المخطط. نظام محرك خارج الهرمي يضم له، هذا مهار، بس يضم للنظام المحرك، يعني ما فينا نعد تشريحيا المادة السوداء جسم المخطط، بس وظيفيا تشارك بوظيفة النظام المحرك، لهن المهاد، نواة أسفل المهاد والمادة السوداء. هلا نأتي إلى الاتصالات. الموضوع كثير بسيط ولطيف، خفيف ونظيف. مخطط مين بده يحكي معه؟ المهاد. لا هو بدأش يعني القسرة مدير المكتب، هو اللي بيحكي مع مجلس الإدارة، مجلس الإدارة هو اللي بيحكي مع مدير المكتب لا يخبر القشرة أن مدير المكتب عامل الشيء اللي طلبه منه. ففي مدير، مين بده يحكي معه؟ القشرة، مدير العام. كورتيكو ستريتو، لما تكون الكمية ستريتو معناتها وارد إلى الجسم المخطط. إذن أول نوع من أنواع الألياف واردة من القشرة إلى الجسم المخطط. تفرز الجلوتامات. نعم. تمام. هلا كلمة سريعة. شو هذا الجلوتامات والجابت أو الجلوتامات؟ العصبون لما يحكي مع عصبون كيف بيحكي معه؟ ناقل بين الأشباك. بعثه رسالة. يجي مين بياخذ رسالة بروح بيسلم الرسالة. حسب شو مكتوب بالرسالة عصبون اللي بعد بيفهم شو بده يعمل. ما في بيناتهم لغة محكية. اللغة المحكية لغة مكتوبة بالنواقل العصبية. وقت العصبون اللي قبل قبل المشبكة، قال له العصبون اللي بعد جلوتامات، فالعصبون اللي بعد بيتنصب. تمام؟ إذا العصبون اللي قبل قال العصبون اللي بعد جابا جابا زين فأنا تخليك نايم.
حسب الكلمة بيفهم العصبون اللي بعده يعني. عصبون اللي قبل اما بيقول له جلوتامات، متى ما سمع هذا كلمة جلوتامات او قرأ مكتوب جلوتامات بالاخبار بيتنشط. اذا اجى كلمة جابا بيتنشط عايد، بيستنى لحتى يرجع يقول له جلوتامات بيتنشط، بيقول له جابا بيعمل عايد. تمام؟ كبسة الاون اوف، الاون اخضر، الاوف فالجابا منشط، يعني انتشر وقت يحكي مع المخطط بيقول له جلوتامات، فالمخطط ببلش يشترك. لانه دائما ما معه مدير عام له مجلس اداره والله اجازه وقت سبورت تمام. دائما بده شغله بمجلس اداره. فالقشريه المخططيه الياف محفزه للجلوتامات. المهاد بيحكي مع المخطط الياف متبادله مهاديه مخططيه اللي هي اكثر اللي رايح من المخطط على المهاد. الجزع بتجي الياف جزعية مخططية اللي منها المادة السوداء أو هي من نوع الرفاء تفرز السيروتونين، والأهم هي المادة السوداء الياف سودائية مخططية. هلا ملاحظين إن نحن النسبة اللغوية كيف اعتمدت، ما قلنا سوداوية عشان نضلوا متفائلين بالحياة. أسود سوداءي مو سوداوي، سودائية مو سوداوية مخططة. سوداوية مخططة بيطلع حمار وحش معنا. فسودائية مخططية الياف مفرزة للدوبامين. ولا نشوف دوبامين شو وظيفته بالطريق الراجع. جسم المخطط بعمل ايش بيحكي؟ يتبادل معلومات مع المادة السوداء، والأهم مع السكرتيرة الشقراء اللي عنده سكرتارية مجلس الإدارة. الياف إلى الكرة الشاحبة، الكرة الشاحبة الوحيد مسكينة اللي بيحكي معه هو جسم المخطط، وبتفتح خط جانبي صغير مع النواة تحت الأسفل. غالبا مجلس إدارة سكرتيرة بتكتر حكي كثير، فغالبا بضل عم بيقول لها حاجة حكي حاجة كثير. فغالبا الألياف مرتبطة بين مجلس إدارة والسكرتيرة، لأنه كثير هي ضايجة زيادة عن اللزوم. فالكلمة بين مجلس إدارة والسكرتيرة هي جابة، كل ما يفتح سماعة بيقول لها جابة بتكتر. سكرتيرة من أهلها مو مسكتها، فبتروح بتسكت مدير العام مجلس الإدارة مدير مكتب، بتفتح المهاد جابة. طيب جابة تقول المهاد جابة، بس ما بتعرف إنه بهالطريقة هي حفزت المهاد، لأنه وقت إلا لا جابة حاجة تقولي جابة شو بصير؟ ما عاد ينقال جابة، تصفيت المصفت منشط. فبالنتيجة المهاد جاء تليفون من وحدة قالت له جابا وقايلين لا جابا، فصفت مصفت. فالمهاد تنشط بألياف مهادية قشرية تفرز الجلوتامات. هي اسمها الدارة المباشرة، هذا السبيل الحركي المباشر. ألياف قشرية مخططية، مخططية شاحبة، شاحبة مهادية، مهادية قشرية. هون القشرة خبر مجلس إدارة قال له جلوتامات فينا نمشي. الجلوتامات حكى مع الكرة الشاحبة قال لها جابا حاجة خلصي، جابا حكت مع المهاد قال جابا حاجة هي عم تحكي مع المهاد عم تقول له جابا، فحكى مع قال لها جابا، فوقفت جابا تبعها. جابا مع جابا يساوي تنشيط. فنشطنا مثبت مثبت مفعل، فعلنا بالنتيجة. فالمهاد رد خبر القشرة انه فينا نمشي، فتحدث استثارة قشرية. اذا كورتيكو ستريتل جلوتامات، تالاموس ستريتل، برينستيم ستريتل، اند نيجرو ستريتل. الصادر ستريتو نيجرو، ستريتو باليدل، وهون عندي العروة العدسية بين النواة المذنب الجسم المذنب او الكرة الشاحبة والعدسية. خلص ما حنطول عليكم اكثر عن المذكرات. الخميس على العشرة إن شاء الله من الوقت عليه بإذن الله.